في فيديو سابق اتكلمت عن دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، استعاذ منه، استعاذ فيه من بعض الأمور اللي بنقابلها في حياتنا. ولما قعدت فكرت في الدعاء ده لقيت ان هو استعاذة من كل معوقات النجاح. كان من ضمن الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ ربنا منها هو الكسل. والكسل كلمة صغيرة قوي، 3 حروف، كاف سين لام، ومع ذلك ممكن يتكتب فيها كتب كاملة. الكسل بالذات كان من الحاجات اللي أنا اهتميت قوي بيها وقريت كتير قوي عنها وشفت بعض الدراسات ودورت، مع انها بعيدة عن تخصصي لكن اعتقد انها مهمة جدا جدا ان احنا نعرف عنها علشان نحارب الكسل، سواء في حياتنا احنا مننا احنا ان احنا نبقى كسلانين، او ان اولادنا يكونوا كسلانين، او ان موظفينا يكونوا كسلانين. فالنهاردة هنتكلم شوية عن الكسل. اول حاجة عايزة اتكلم عنها هو ان الكسل له مسببات عديدة، ما ينفعش نقول كسل وخلاص، لا، في حاجات تحت هيدن مستخبية بتكون هي الاسباب الحقيقية وراء الكسل اللي احنا بنحس بيه، او اللي اولادنا بيحسوا بيه، او اللي الاخرين حوالينا بيحسوا بيه. تعالوا نشوف ايه هي مسببات الكسل اللي بتخلي الكسل مش نوع واحد، انواع متعددة. اول مسبب من مسببات الكسل، او النوع الاولاني من انواع الكسل، هو الكسل نتيجة للتعب والارهاق العصبي. ان لما جسمنا ما يكونش فيه طاقة علشان يدي، علشان يتحرك، علشان يشتغل، لما ما يكونش عندنا الطاقة العصبية والذهنية اللي بتخلينا نركز ونحل مشكلة ما أو نأدي مهمة ما، أحيانا ما بنكونش كسلانين، أحيانا بنكون تعبانين، والتعب جسدي ونفسي وذهني وعصبي، كل ده في باكج واحدة ممكن تسبب الكسل. المسبب الثاني من أسباب أو مسببات الكسل هو اليأس، اليأس من النتيجة. أنا ليه؟ إيه اللي يخليني أشتغل وأعمل وأتعب وفي النهاية مفيش نتيجة؟ إيه اللي يخليني أبذل مجهود وفي ناس هتيجي تقطع هذا الطريق اللي في النهاية هيوصلني للنتيجة اللي أنا نفسي فيها؟ فلما بنحس من جوانا باليأس من نتيجة ما، إيه اللي يخليني أبذل المجهود أصلا؟ إيه اللي يخليني أقوم أتحرك من مكاني؟ إيه اللي يخليني أقوم وأتعب وأعمل مجهود وأنا شبه متأكد إن النتيجة مش صح؟ المسبب الثالث من مسببات الكسل هو عدم احترام الذات. تشوف حد مثلا مهمل كده في نفسه، لا اصلا انا كسلان، لسه هقوم استحمى واحلق واظبط نفسي، اوه لسه هقوم اكوي الهدوم يا راجل، وتلاقيه كده معفر، شكله مقرف، هدومه متوسخه، هدومه مكسره مكرمشه. بيبقى احيانا عدم احترامنا لنفسنا هو اللي مش مخلينا نبذل المجهود علشان نعمل حاجة معينة. اللي مش محترم البيئة اللي حواليه ده من ايه؟ ده عدم احترام لنفسه. فبالتالي لما انا مش محترم نفسي هحترم البيئة اللي حواليا ونظفها وظبطها يا راجل. فعدم احترام الذات مسبب تاني من مسببات الكسل. المسبب الثالث من مسببات الكسل هو الخوف. الكسل معناه ان انا ما بتحركش، معناه ان انا ما بقومش. فالكسل احيانا بيكون عرض من اعراض الخوف، انا خايف من الشيء ده،
خايف من ان انا اعمل الشيء ده، خايف من ان انا اروح المكان ده، خايف ان انا اقدم على حاجة معينة. فبالتالي بدل ما اقول ان انا خايف، انا كسلان، لا اصل هي كسلانة، ما عملتش كذا وكذا وكذا، ممكن يكون السبب ان هي خايفة من هذا الحدث، من هذا الفعل، من النتيجة دي. فبالتالي خلاص اقوم ليه واتعب نفسي ليه واعمل ليه، انا اصلا خايف والخوف شددني. من ضمن برضو الحاجات اللي تحت المسبب الاكبر اللي هو الخوف، ان احيانا بنكون خايفين من التغيير. ما هو اصل انا لو خدت الخطوة وعملت حاجة معينة، وضعي هيتغير وانا خايف من هذا التغير، فاقوم اخبي خوفي من التغيير ده بايه؟ بان انا كسلان. المسبب التاني من اسباب الكسل هو ان المهمة اللي احنا مقدمين عليها معقدة واكبر، ده في ذهننا، من امكانياتنا وقدراتنا ومهاراتنا. لما بنحس بان المهمة معقدة، بنبقى بنحس بهذا الثقل ان انا اقوم واعملها. احيانا بتكون المهمة جواها مهام تانية اصغر، بس انا بعيون مخي مش شايف غير الصورة الكبيرة المعقدة. ولما بحس بتعقيد المهمة وصعوبتها بكسل. السبب السادس من أسباب الكسل هو اللامبالاة، إن تبقى الحاجة مش فارقة معايا، مش فارق معايا أنظف ما نظفش، مش فارق معايا أشتغل ما أشتغلش، مش فارق معايا. واللامبالاة دي بيبقى ليها أسباب تانية وحاجات تانية، دوافع تانية جواها. العرض من أعراض اللامبالاة دي اللي هو الكسل. في حقيقة الأمر أنا مش كسلان إن أنا أقوم أعمل هذا الشيء، في حقيقة الأمر أنا مش فارقة معايا. أنا عملت حلقة من حلقات كافي بريك مع حنان عواد عن اللامبالاة، هحطها في الانفورميشن آيكون فوق، وحطها في الديسكريبشن بوكس تحت بحيث ان انتوا تسمعوها. برضو من احلى الحلقات اللي انا عملتها في كافي بريك مع حنان عواد. اخر سبب من اسباب الكسل هو ان الناس اللي حوالينا بتقول علينا كسلانين. المدير اللي هو متجني على بعض موظفينه، اللي مثلا مديهم مهمة اكبر من إمكانياتهم، إن حاجة مثلا محتاجة 3 أيام يديله نص ساعة ويخلصها، ويقول له في الآخر أصل أنت كسلان. الأم مثلا اللي الواجب صعب على أولادها أو كتير أو تقيل على أولادها، فبالتالي واخدين وقتهم وقت أطول، محتاجين مجهود أكبر عشان يعملوا الواجب ده. الأم تقول لهم اصل انت كسلانه، لا اصل انت كسلان. الشخص اللي هو ممكن يكون تعبان ومرهق ومش قادر، فالناس لما تشوف تعبه وارهاقه تقول لك ايه اصله كسلان، ده مش عايز يقوم من مكانه، او واتيفر السبب اللي جواك اللي مسبب ظهور الكسل كعرض من اعراض السبب الحقيقي اللي انت حاسس بيه. الناس بتفسره على ان انت كسلان. لما اللي حواليك يقعدوا يقولوا لك انت كسلان انت كسلان انت كسلان، بتصدق الكلام ده، بتصدق فعلا ان انت كسلان. وبالتالي طب خلاص بقى، مش هما بيقولوا ان انا كسلان؟ مش هما زرعوا في دماغي فكرة ان انا انسانة كسولة؟ خلاص هبقى كسولة. طيب نعمل ايه بقى عشان نحارب الكسل؟ انا لخصتهم عندي هنا، هو 1 2 3 4 5، 5 خطوات لو عملناهم هنتخلص من الكسل في حياتنا.
الخمس خطوات دول لقيتني انا بعملها. اول حاجه مهمه قوي 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 ان احنا نعرف انفسنا ونعرف ايه اللي بيحفزنا. كل واحد فينا بيحفزه حاجه غير التاني. في واحد بيحفزه طعم النجاح والفلوس والمكسب المادي، في واحد تاني بيحفزه التقدير المعنوي، في واحد في حد مثلا المظهر والشكل هما اللي بيحفزوه. المحفزات الشخصية لكل واحد فينا بتختلف عن الشخص الآخر. لما نعرف ايه اللي بيحفزنا هنعرف السبب ان ليه في هذا العمل كان عندنا طاقة وعايزين نروح ونيجي ونعمل ومش كسلانين، ولما عمل آخر المحفز اللي ناتج عنه مش من ضمن المحفزات اللي موجودة في تكويني أنا كإنسان، مش عايز، فبالتالي كسلت. يبقى أول خطوة إن إحنا نعرف نفسنا ونعرف إيه اللي بيحفزنا. الخطوة التانية هو إن إحنا نعرف إيه النتيجة المتوقعة عن هذا العمل ونركز عليها. أحياناً بتبقى المهمة صعبة وطويلة، والوصول للنتيجة دي محتاج خطوات ومجهود وأحياناً وقت وجهد وموارد. لو فضلت أركز على الشغل والتعب ممكن أحس بالكسل وصبت ما بقاش عايزة أكمل، لكن لما أركز على النتيجة اللي حجنيها بعد ما ابذل هذا المجهود وبعد ما اقوم واتحرك وانفض غبار الكسل عن نفسي، ممكن يكون ده هو الحاجه اللي هتشجعني ان انا اقوم واشتغل وما بقاش كسلان. النقطه الثالثه مهمه جدا جدا هو ان انا اشوف مخزون الطاقه اللي عندي. مخزون الطاقه الجسديه، مخزون الطاقه النفسيه، مخزون الطاقه الذهنيه. جسمنا مكنه فيها طاقة، الطاقة دي هي اللي أنا بستخدمها عشان أقوم أعمل حاجة. زي مثلا هقوم أنظف البيت، في محتاجة طاقة جسدية، محتاجة طاقة عقلية كمان إن أنا أشوف هعمل إيه وهنا هستخدم إيه وهنا هستخدم إيه. لما أروح الشغل وأنا ما عنديش الطاقة عشان كنت سهران بالليل بتفرج على أي حاجة ولا بعمل أي حاجة، أبقى في الشغل موخم وكسلان، وده ليه؟ عشان ما عنديش الطاقة الجسدية. في كمان الطاقة النفسية، ان في حاجات وامور ومتغيرات في حياتي قاعدة عمالة بتشفط من مخزون الطاقة النفسية اللي عندي، فبالتالي ما عنديش مخزون يعني طاقة اديها للحاجات التانية. الطاقة العقلية الذهنية، لما بقى بفكر في كل كبيرة وصغيرة في حياتي، بهتم بحاجات مهمة شوية ومش مهمة شوية، فبالتالي ما يتبقى من مخزون الطاقة الذهنية والعقلية عندي ما يكفيش ان انا اعمل المهام اللي انا موكل بيها. فمهم جدا ان احنا نعرف مخزون الطاقة اللي جوانا ونحافظ عليه ونحاول ان احنا نعليه ونقويه. من ضمن الحاجات التكنيكس اللي انا بستخدمها بيسموه بومودورو تكنيك. بومودورو تكنيك، بومودورو يعني طماطم. الشخص اللي اتكلم عن التكنيك ده، انا عندي كتابه، كان عنده تايمر، منبه من منبهات المطبخ على شكل طماطماية، بومودور على شكل طماطماية. فكان بيستخدم المنبه الصغير ده في ان هو يظبطه سي على 25 دقيقة، يشتغل على حاجة معينة ويديها كل اهتمامه وكل تركيزه، وخمس دقايق تانية يديها راحة لنفسه ان هو يروح يعمل حاجة تانية. كان بيستخدم التكنيك ده لتركيز طاقته في حاجة معينة، وبعدين يدي نفسه خمس دقايق لاستعادة الطاقة دي وان هو يملى مخزون الطاقة ده عشان يقدر يشتغل ال 25 دقيقة اللي بعدها. طبعا حاجة برضو من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في فيديوهات تانية هو الروتين اليومي. لما نبقى عارفين في كل، مش عايزة اقول كل دقيقة، بس كل ساعة من ساعات يومنا مفروض اكون بعمل ايه في الوقت دوة، هبقى متوقع وابقى مرتب نفسي. الحاجة التانية كمان، الروتين ده بيدينا الفرصة ان انا اجدول فترات الراحة وفترات اللي بسميها الليزي تايم،
أو وقت الكسل، بجدول وقت الكسل. الوقت من الساعة كذا للساعة كذا ما عنديش حاجة معينة هعملها، هسيب نفسي كده اللي يجي في بالي، بقى أتفرج على حاجة، أقرأ حاجة، أتكلم مع حد، أخرج أتمشى، whatever. بس الليزي تايم، وعشان أدي نفسي الليزي تايم ده لازم أكون عملت حاجة معينة، لازم أكون خلصت مهمة معينة قبل ما أدي نفسي كده كارت بلانش وأقول يلا خلاص يلا وقت الكسل، كسلي بقى زي ما أنت عايزة. الروتين اليومي مهم جدا جدا جدا. امسكوا ورقة وقلم واكتبوا من ساعة ما بتصحوا الصبح لساعة ما بتناموا بالليل ايه الحاجات اللي بتعملوها، وجدولوها وشوفوا ايه اللي نفسكم تعملوه وحطوه في الجدول ده. الروتين اليومي مهم جدا، حتى ولو شخصيتك شخصية إبداعية ما بتحبش الروتين. الروتين معناه ايه؟ كلمة روتين عندنا دايما نفكر انها كلمة وحشة قوي مرتبطة بتعطيل مصالح الناس لا، روتين في الأصل معناه جدول، معناه خطة، معناه خطوة بتيجي بعد خطوة. لما بنحط روتين لحياتنا بنعرف انا اتوقع ان انا اعمل ايه ومطلوب مني ايه، وما سيبش جانب من حياتي يقع قصاد الجوانب التانية. اخر حاجة بقى انا بعملها عشان احارب الكسل هو الاحتفال بالانجازات الصغيرة. الحاجات اللي بنعملها في يومنا بتبقى حاجات معقدة على فكرة، حتى الحاجات السهلة اللي بنقول عليها ماما كان ليها كلمة يقولك ده الواحد يحلها بصبع رجله الصغير، على اساس انها حاجة سهلة. كل المهام اللي احنا بنعملها مهام معقدة. لو تشوفوا البروجرام مثلا اللي بيعملوه عشان يبرمجوا الكمبيوتر انه يعمل حسبة معينة، البني ادم بيعملها كده عالطاير. تعرفوا مدى تعقيد مخنا ومدى قدرتنا على معالجة حاجات معقدة حتى ولو في نظرنا انها حاجات بسيطة. الاحتفال بالنجاحات الصغيرة دي شيء جميل خالص، شيء بيخلينا نملى مخزون الطاقة تاني اللي عندنا. على سبيل المثال انا بحب القهوة وبحب أنواع مختلفة من القهوة، القهوة التركي، القهوة الفرنسي، بحب القهوة مثلا بالبندق، بحب القهوة بكذا، القهوة بكذا. ببقى يعني قبل ما ببتدي أعمل حاجة معينة أقول أنا هخلص الحاجة دي وبعدين نفسي هفاني في قهوة مثلا بالبندق، يبقى خلاص، يبقى هو ده الجايزة ليا إن أنا أشرب مج قهوة بالبندق بعد ما خلص حاجة معينة. الاحتفالات بالإنجازات دي مش مفروض نحتفل مع الآخرين، هي بتبقى بيننا وبين نفسنا. أحيانا مثلا أعمل لنفسي تحديات إن أنا هطلع الجيم أجري على التريد ميل بسرعة 6 لمدة 20 يوم، وبقعد أحسبهم وأقول بعد مثلا 20 يوم هنزل اشتري حاجة جديدة لنفسي، وحط بادجت مثلا مش هتزيد عن مبلغ معين. وده بيبقى احتفال بيني وبين نفسي بالانجاز اللي انا حققته والانجاز اللي انا عملته. شوفوا الانجازات الصغيرة دي وطبطبوا كده على نفسكم وقولوا لنفسكم برافو عليك، برافو عليكي، استمري، يلا. فكروا في حاجات ذكية تعملوها عشان تحفزوا نفسكم. مهم قوي 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 ان احنا نحب نفسنا ونقدر نفسنا ونقدر الشغل اللي احنا بنعمله قبل ما ننتظر التقدير من الاخرين. طولت عليكم واتكلمت كتير قوي، لكن الموضوع مش سهل، وانا حبيت ألمه كله في فيديو واحد بحيث ان اللي يسمع عنه يتعلم حاجات كتير. الحاجات دي كلها انا عملتها بنفسي وعارفة تأثيرها على حياتنا. فكروا، شوفوا ايه اللي بيحفزكم، شوفوا سبب الكسل اللي انتوا حاسين بيه ايه اصلا، واعملوا الخطوات اللي قلت لكم عليها، واكيد اكيد اكيد هتحققوا وتوصلوا للي انتوا عايزين. اشوفكم الفيديو الجاي.